تشيلسي الانجليزي ليل الفرنسي دور ابطال اوروبا الدور 16 مشان كانت مباراه اللي كانت قويه يعني مشان تشيلسي وين يقضي على ليل الفرنسي يعني ونقولوا باللي الكاي الذي سجل الهدف الاول في الدقيقه 80 كريستيان الذي سجل الهدف قلت لك الدقيقه 80 الدقيقه الثامنه كاي اللي في الشوط الاول لكن الشوط الثاني في الدقيقه 63 يعني وانتهى الشوط الاول بهدف لصفر لصالح تشيلسي الانجليزي يعني وين شاهدنا كريستيان وين يضيف الهدف الثاني في الدقيقه 63 يعني وين نقولوا بلي بمشاركه حكيم زياش اللي لعب 60 دقيقه كريستيان 80 دقيقه كاي شنا كانتي شنا ماتيو شنا ماركوس شنا تيغو سيلفا سيزار اندرياس انطونيو مندي في الحراسه يعني وين نقولوا باللي اليوم وين شادنا وين رغم ان كانت المباراه متكافئه ليل تشيلسي 50% 50% نسبه استحواذ 433 تمريره ليل 444 تمريره تشيلسي رغم ان وين ليل وين حاول بكل قوه شنا اليوم في الحراسه تيغو زاكي شنا صافيان شنا جوزيف شنا كاسياك ريناردو بنيامين اندريا امادو جوردان شنا جوردان يعني دايفيد يعني وين لعب 81 دقيقة وين كانت المباراة قوية جدا مباراة اللي كانت في صالح تشيلسي الانجليزي اللي عرف كيفاش سجل هدف كاي في الدقيقة الثامنة يعني وجير الشوط الأول بامتياز رغم أن وين ليل وين لعب يعني بقوة من أجل العودة سريعا في النتيجة والتعديل لكن انتهى الشوط الأول هدف لصفر لصالح تشيلسي الشوط الثاني كريستيان في الدقيقة 63 عرف كيفاش يوضع الكرة في شباك يعني ليون يعني وين في شباك ليل يعني وين نقولوا باللي توماس توخيل اللي دخل بخطة 4-3-4-3 شاهدنا كيفاش جولي جونسون يعني المدرب تاع ليل اللي دخل بخطة 4-2-3-1 لكن بدون جدوى وين شاهدنا كيفاش ليل وين لعب بقوة يعني لعب بدون مركب نقص يعني وين قدم مباراة كانت كبيرة نهضرو كانت مباراة كبيرة أمام بطل أوروبا يعني في الموسم الماضي يعني والتشيلسي يعني بنجومه يعني شاهدنا بنجومه وين شاهدنا يعني وين نقولوا تيمو اللي دخل في الدقيقه 80 ساولو يعني ساولو روبن سارة اللي دخلوا في الشوط الثاني واعطاء نفس كبير في هذه المباراه هذه هي الجوله الاولى الجوله 16 تشيلسي ليل دور ابطال اوروبا شحالنا كيفاش وين نقولوا تشيلسي الانجليزي وين لعب بقوه لعب يعني من اجل الفوز لعب من اجل يعني خاصه في ملعبه امام جمهوره وين قدم مباراه من احسن المباريات رغم ان ليل والفرنسي اللي لعب بقوه لعب يعني طريقه يعني طريقه كبيره لعب يعني وين قدم مباراه كانت في القمه مباراه اللي كانت نقولوا باللي رغم ان ليل وين حاول خلق صعوبات في هذه المباراه لتشيلسي لكن بدون جدوى امام تشيلسي امام دفاع كان قوي يعني انطونيو اندرسون سيزار تيغو سيلفا يعني خاصة بالوسط الميدان كانتي يعني حكيم زياش يعني وين كايل مسجل الهدف الأول وين كانت مباراة في القمة هذه الجولة الدور 16 تشيلسي الإنجليزي ليل الفرنسي الدور أبطال أوروبا.